اولا شكرا على هذه الفرصه الطيبه. انا جيت سعيد بالمشاركه ديالي في الدوره السابعه لمعرض الكتاب الجهوي بمراكش، ومن خلالكم كان اقدم الشكر لكل المنظمين، سواء المديريه الجهويه لمراكش وايضا المديريه الاقليميه للتعليم. بالنسبه للمعرض هو اضافه بالنسبه للمنطقه، لان هي في حاجه بحال هذه التظاهرات، خصوصا وان المنطقه تعرف يعني زخم من المبدعين والمبدعات، واللي شرفوا المنطقة سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي والعربي. بالنسبة لشاركت معكم في هذا اللقاء بتوقيع لديواني اللي كان في السنة 22، اللي هو مقام الماء أو مقام العشق. مقام الماء كان الديوان اللي قبل منه، هذا مقام العشق، وهو ديوان يمتح من يعني تراثنا المغربي، وايضا في رؤيه متجدده، يعني هو زجل واللي كنفتخروا به، واللي ملي كنهضروا على الزجل كنهضروا على واحد الموروث ثقافي لا مادي، واللي كيحمل الهويه ديالنا سواء بجليجها وبزربيتها وبكل مغربيتها. لذلك أظن أنه أصبح الاهتمام بالزجل اليوم أكثر من أي وقت، خصوصا وأن ثقافتنا وتراثنا هي معرضة للسرقة والنهب. وشكرا مرة ثانية. أحمد ناصر، مدير مركز التفتح للتربية والتكوين اليوسفية، يعني ممثل المديرية الإقليمية باليوسفية، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش أسفي. احنا كنتواجدوا اليوم في المعرض الجهوي للكتاب، والذي تشرف على رواقه المديرية الإقليمية باليوسفية. اليوم عرف الرواق يعني توقيع مجموعة من الكتب يعني لأصحابها من الأطر التربوية العاملين بالمديرية الإقليمية باليوسفية، كما يعني عرف الرواق يعني استضافة مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين تعرفوا، كذلك الحضور الكريم الذي تعرف على الكتب التي يتضمنها الرواق، وهي كتب يعني متنوعة وتمثل جميع المجالات يعني الأدبية والعلمية وال يعني في جميع أصناف الكتابات. كذلك الرواق عرف تنشيط يعني من طرف تلميذات الثانوية التأهيلية محمد السادس بالمديرية الإقليمية باليوسفية، ومن هذا المنبر يعني أتقدم بالشكر الجزيل للسيد مدير الأكاديمية الجهوي للتربية والتكوين مراكش آسفي، وللسيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة باليوسفية، وللسيدة رئيسة مصلحة الشؤون التربوية باليوسفية، وكذلك لجميع الأطر الإدارية والتربوية بالمديرية، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لقناة الدار على هذه المناسبة التي أتيحت لنا بمناسبة المعرض الجهوي بمدينة مراكش في إطار زيارة رفقة خلية نعم مديرية الإقليمية للتربية والتكوين باليوسفية. جئنا لزيارة المعرض الجهوي وفيه مجموعة من المرافق زيارات عبر مجموعة من التلاميذ الذين شاركوا في تحدي القراءة، ثم الذين أبدعوا نعم هذا النص، نص شعري نسائم حالمة بعنوان نسائم حالمة، وهو نص إبداعي لمجموعة من التلاميذ حوالي 20 تلميذا كتبوا هذه النصوص في إطار نصوص داخل المؤسسة التعليمية السلطان ولي الحسن بشماعية، وقد أطرناها وصحنا بعض الأخطاء نعم، وقد كانت مناسبة نعم لكي يعبروا من خلالها عن مجموعة من الأشياء والعلاقات الاجتماعية السائدة بينهم، خصوصا بعض الحالات التي تعاني من بعض الأمراض نعم في إطار العلاقات الإنسانية، وقد كانت نصوص مؤثرة جدا، خصوصا ما يتعلق بتلميذة مصابة بمرض صعب جدا وهي زميلتهم. كنا نقرأ هذه النصوص ونشعر بالدموع تسيل عبر هذه النصوص، كانوا قد أثروا في مجموعة من القراء حتى استحسنتها المديرية الإقليمية باليوسفية، وقد كان هذا العمل أيضا مؤثرا وطبعا واستحضر هناك في خلال هذا المعرض ضمن رواق المديرية الإقليمية باليوسفية إطار أكاديمية جهات مراكش نعمنا، وفعلا هو معرض
غني جدا، أكسبنا مجموعة من الأشياء ومن خلاله لاحظنا التعلق الكبير لدى التلاميذ ولدى الصغار والكبار بهذه الأروقة الموجودة في المعرض، لأن من شأنها أن تحث التلاميذ على القراءة والإكثار من القراءة. ومن خلال الحضور القوي جدا للتلاميذ وللصغار والكبار بتنا نقول عن هذا المغرب بأن المغرب بخير، ما دام يقرأ فهو بألف خير وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.